لمواجهة ارتفاع أسعار الكمامات، بادر شباب قضاء الدجيل بالتطوع لخياطة الكمامات وتوزيعها مجانا بين منتسبي القوات الأمنية والملاكات الصحية والمواطنين لحمايتهم من خطر كورونا. تفاصيل أكثر في سياق تقرير الزميل فاضل الأنصاري. بعد شحة الكمامات بالصيدليات وارتفاع أسعارها نتيجة الطلب المتزايد عليها بسبب المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا، حرص مركز التدريب الشعبي بقضاء دجيل بإنتاج الآلاف من الكمامات الطبية من أجل توزيعها على القوات الأمنية والكوادر الصحية والمواطنين بالمجان. في مركز التدريب الشعبي في دجيل أخذنا على عاتقنا مسؤولية توفير الكمامات الطبية للمواطنين نظرا للظرف الجائر والوضع الصعب اللي يمر به بلدنا العزيز، وأيضا لارتفاع أسعار الكمامات والمستلزمات الطبية على مستوى القطر. أخذنا على عاتقنا بأنه نوفر هاي الكمامات وبالتعاون مع دائرة الصحة صلاح الدين، مستشفى الجراحي والمراكز الصحية، وإحنا بدورنا ننتج هذه الكمامات ويتم توزيعها عن طريق المراكز الصحية وتوزيعها على المواطنين بصورة مجانية، والحمد لله قدرنا ننتج فد كميات كبيرة ونغطي فد جزء بسيط من الأخوة المواطنين. شرنا بعمل الكمامات في مركز التدريب الشعبي في الدجيل وبإشراف القطاع الصحي في قضاء الدجيل، وننتج الكمامات أكثر من 150 كمامة في اليوم الواحد. الكثير من أصحاب مهنة الخياطة من الرجال والنساء التحقوا بركاب هذه المبادرة الإنسانية بعدما حولوا مركز التدريب الشعبي إلى ورشة لإنتاج الكمامات الطبية وتوزيعها على من يطلبها مجانا، فضلا عن تعزيز تواجدها في المؤسسات الصحية. تلبية للمرجعية ونداء قائم مقام وكل المحافظ صلاح الدين، جئت متطوعة نيابة عني وعن أولادي لهنا تبرعا مني لإنتاج الكمامات دفاعا عن أبناء منطقتي الدجيل على مود هذا الكورونا. جئت أنا طوع بمؤسسة تشغيل لإنتاج الكمامات لصالح المنطقة والمركز الصحي، وان شاء الله لان عندي واجبنا واحنا سعيدين بهذا العمل وننتج زين خوش انتاج. مواطنون ثمنوا هذه المبادرة الإنسانية التكافلية التي يسعى من خلالها مبادريها إلى حماية المواطنين من مرض محتمل. لقناة صلاح الدين الفضائية فضل أنصاري، قضاء دجيل.